الشيخ ماهر بن ظفر القحطاني هو إمام في جدة، وهو رجل على خير، وكان عندي من أسبوعين أو 3 أسابيع ضيفا، نزل علي ضيفا وبقي يومين معي، رجل فاضل. وتكلمنا مع الشيخ صالح الفوزان بالهاتف، وهو مقرب من الشيخ الفوزان وتلميذ للشيخ الفوزان، وهو على الجادة. نسأل الله جل أن يثبتنا وإياه، نحسبه على خير، رجل فاضل.